اوه بغيت اطير بموت دقيقة انا بموت فقعت انا فقعت انا فقعت اوه بموت بموت اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر واليوم جايب لكم مقطع في ايج وورز مع فيصل يا اهلا وسهلا حي كيف حالك فيصل مو مع فيصل مع الاسطورة جلات ايج وورز فيصل الذي لا المعروف الذي في النهاية 144 بسود دحين تجيب العيد لا وين خلاص اسطورة كريك انا دحين ما عليك شوف مقطع جديد ما عمري لعبت فيه بس حجلدهم يمين جد والله مبات جديدة حركات بس يا اخي المشكلة بعيد بشوف دائما فين شوف فين مرة قريب مننا والماب ترى شكله صغير جلدي جلدي ترى ها يا خلاص تصير تصير زي عيسى تحمي البيضة شو ايه انا بشوفت نفس الله يهديك ايش حركات احمي البيضة اخر اخر عمري احمي البيضة اخر عمري اسوي اه عيسى قاعدين يغلطون عليك يا عيسى والله الماب اليم يا شوف حتى من هنا كيف ال لا نزل ايه صح يمديك تروح لمن تحت خلصه خلاص خلينا نروح اوه القروي ما في قروي فوق لا لا يا ورع خليك على يا اخي عشان انا كان ليفل 1 فطورته عرفت اه انا حقي طيب يا حقك جا اوه دقيقه نروح الدايموند ولا نروح على هذا دايموند يا حبيبي دايموند دايموند بعدها نجيب النص لان النص في طريقنا خلاص تمام خلي بس بجيب لي بلوكات زياده قلت شويه بطور نص جولد صح يا 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 اوكي جبت العيد ابي اكل والله بس اصبر بغطي البيضه تغطيه تسليكيه عشان ما حد يجي يكسرها بيده حلو حلو انا بسيب لوكات سوي طريق نضبط الوضع اوكي ليتس جو نايس الله والله مره كثير ايش الاوبسيديوم شبه مستحيل ليه مع 10 حبات الوحده 10 حبات مره كثير ما معي الا 5 طيب اوكي يا عمي ما عليك نجيب ابوها الحين شوف في المصنع اللي في النص داخل الجولد كيف ينزل والله اوكي راحوا راحوا النص راحوا النص اسمع انا بروح ها يلا يلا روح على الجولد ودايموند انا بظبط الوضع في البيضه بحاول يعني ما حظبط الوضع مره بحاول اوكي انا غلطت ندرب سوا عموما انا غطيتها تغطيه تسليكيه فا يا تعال تعال خلص الكاكس تعال يا ابوي ما نحتاج بيضه يلا يلا اوكي انت مدرب طيب عشان اخش عليهم عليك بس دقيقه انت بتخش اوكي درامه يلا درامه اوكي درامت انا عليه اوكي انا بروح عليه هذا اللي هنا نزل 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 انا بكسر البيضه انا بخش عليه او ماي جاد جراتو جراتو انت ايش وضعك اوكي انا بخش عليه بطلع 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 البيضه خش عليه نايس ضحكت عليه ضحكت عليه وربي زبدت كذا بعدين بكسر بيضتنا كسرت البيضه شلت شلت باقي الثاني الثاني كيف بكسر بيضتنا ما عنده جيك جيك ما عنده شيء استلمه استلمه وين هو اصلا ايه جراتو جراتو وحش 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 اوكي حسبت انه جي جي نايس جي 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 اللي بعده ايه ما عندنا غير الجلد يا حبيبي خلينا ناخذ الاغراض هذه افتح مصنع الدايموند اوكي فتحته خلاص عندنا يا يا حلو نطور اللي في النص ده لانه يعتبر حقنا واشوف مره قريب خلاص قدام اهم شيء اللي يطور اللي في النص بعدين ننجلد وننحشر اوكي قصدك في بيتنا يا يا خلينا نطور اول شيء اللي في بيتنا افضل طيب تمام اوكي يلا ليتس جو والله هذا مد... لا مو مدري اوكي سكنه ابيض بس جبت جولد شوف رضا والله الجولد مره قليل اسمع اسمع بروح النص النص انا بجمع جولد من هنا كمان هذا قاعد نروح النص النص هذا حقار قول له ده معاه ارمور ايرون خلينا نروح نص النص عمر عمر دي انا عند الـ عند الـ الاورنج عند الاورنج عند الاورنج دعمت عليهم يا 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 يلا جايك جايك من النص النص في الجرين كسرت بيضتهم والله عليك قتلت الاول والله عليك الثاني ما عنده الثاني ابو كل مره فوق يمديك ولا الله عليك اسطوره خليني كمان جرين انا في النص مع قول الجرين سيف دايموند جي جي قتلتهم قتلتهم النص نص فزع بموت انا بموت احتاج اوكي يلا جاي والله سيف دايموند ده معاه نايس نايس جلدته 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 حلو 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 جايك جايك قاعد اشوفك قاعد اشوفك انا قاعد اشوفك حموت وانا حموت جايك 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 انحش انحش يا وحش جلدته جلدته ترى او ماي جاد بموت انا
بيموت 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 مرة. نايس ضربة 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 ضربة. بحشر 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 له. اوكي 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 خل نروح عليهم. خليني خليني اخش خليني اخش الثاني ما عنده دروع. خليني اخش يا 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 استغله. انتبه انتبه لا يطيحك بس. يا وحش البيضة البيضة البيضة. اوكي بطلع بطلع كسرها انا. عندك بيكاكس ولا لا؟ يا يا ماي ماي ماي. اوكي خلاص كسرها كسرها انت. اوكي بكسرها اذا انت بتطقه. يا حبيبي كسرها انت ولا لا يا حبيبي كسرها انت. انا كسرتها كسرتها. ايش شفتك؟ راح يكسر بيضتنا راح يكسر بيضتنا. ايش شفتك قاعد تطقه؟ ما بيكاكس ما بيكاكس ان شاء الله يكون فريق صح. اوكي طلعت الاول. اوكي 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 مدير مدير مدير. هو معاه معاه بلوكات. لا 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 الحق الحق الحق. لا يمديك؟ لا ما يمديني اجري ما في اكل. لا ديم لا لحق لحق. خلنا نسبقه من هنا. تعال. لا اوه بغيت اطيح بموت دقيق. ارسل بموت بموت لا 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 انزل 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 انزل. اصبر يا شيخ الحبس. لا هموت شكته. او ماي جاد الله يخرش. او ماي جاد الله يخرشك يا شيخ. تدري انا ايش صار؟ بغيت اطيح. خلص الاكل وانا في نص النطة. انت ايش قاعد تسوي؟ انت تتفرج عليه. انا خلص الاكل وانا في نص النطة. فهمت؟ شوف انا وين. تعال تعال انزل تحت انزل. شايف هذه البلوكة؟ شوف شوف هذه البلوكة حامتني والله على وشك. خلاص يوه نص قلب. اقول لك نص قلب ضربه واحده خلاص اموت. يا شيخ انت قاعد تربشني ترى. ما اعرف ما اعرف العب انا كذا مربوش انت. الله يخرش. انا خلاص ودعت ودعت والله. يلا يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعده ما عنده شيء بس السيان هو مشكله شويه. يا يا بينك في بينك جاردين. ليه كلاتنا مو طالعه؟ كلاتنا ما تطلع الا في نهايه الجيم اظن. لا المفروض تطلع مع زي البينك اثنين. والله ما ادري. اوكي خلنا ناخذ كم قاعد موجود مو قاعد يستوعب الليدر بورد. الله اكبر عليك اهل الحلاوه دي. يلا انا في النص انا في النص بس انا شكله زي في النص ترى. يلا يلا النص ليفل 2 دايموند ليفل 3 جولد. يا سلام حلو 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 حلو. ليفل 2 دايموند اوكي كويس. تصدق نحن ما نحتاج الحين ندرعم درعم غبيه لانه اي طبعا موته واحده حلوه ودها الملاعب. فخلينا نجيب اغراض كذا كويسه نبي. طيب اوه لاج بلوك اول شيء من متى؟ ايه في لاج بلوك ذا اللي رجعني ورا. باقي لي اربع دمج على البو. خلينا نجيب بو ونجيب شكلهم. لو جبنا بو خلاص الجيم لنا. يا يا بالراحه. كم معك دايموند؟ 24. تت تت ابغى اسوي بو. ما عليك انا اسوي لك. تروح تسوي له وتجي يعني؟ يب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. خذ الجولد. اخذته؟ حبيبي والله شكرا. لي الله يعطيك العافيه. والله فداك عوافي. الله يهديك يا فيصل. انا مو من شيء مني اسرق الناس. الله يهديك يا رجال. خذ ابوه ما عليه كم شيء نجلدهم. كافو شفت كيف يا شباب هذا الطريقه اذا بتسرقوا فيصل قول له اعطوه بسوي لك اسرق جده. اوه سيان جيني سيان جيني. دقيقه دقيقه تصدق نشتري دروع افضل ولا بو؟ لا لا بو 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 بنش. ها بنش يا حبيبي وكميه اسهم مو طبيعي. اوكي جبت ستاك اسهم باخذ جولدن ابل لي انا لي ولك. واخذت لك تشيس بليت. عندك تشيس بليت ايرون ولا ايش؟ عندي عندي ايرون عندي ايرون تشيس. خلاص اخذت لك سروال. اوكي اوكي حلو حلو الوضع تمام. اخذت لك سروال. اوكي انا برجع كمان اسوي لي بو. حلو نايس. تحسبت بتزرفني بس قاعد يشمع وين اقول. خلاص اجل توكل على الله. اديني اديني البنطلون والجولدن ابل. جولدن ابل امسك وامسك كمان جولد. خلاص الوضع كذا تمام. نصيحه لا تمسك الجولدن ابل في يدك الثانيه وتطلق بالبو يعلق ابو السيرفر هنا. ايه بالضبط. ايه صح. عشان تطلق في نفس يا اخي في لاج بلوك شنيع. هو عندي ولا عندك ولا عند مين؟ لا عندك بس. طب دقيقه وين التيم الباقي؟ اوه فول ايرون ترى. والله والله هو البينك فول ايرون بس ما ادري عاد التيم اللي السيان. السين وين؟ السين ترى ما ضبط بيضة تتوقع دايم. تصدق خلينا نجيب بيك دايم احتياط. اي انا بحاول اجيب دحين لانه الجيم له وقت. فاتوقع انه جابوا له وقت يعني الجيم طول. اتوقع انه جابوا في هذا قصدي.
اتوقع انهم جابوا اوبسيديان. ولا شيء ايش قاعد تقول انت؟ اتوقع انهم جابوا اوبسيديان لانه الجيم طول. اوكي دي كل لف ودوران عشان تقول ذيك المره. اوكي خلاص اشتريت. اوه هل انت؟ ها خوفتني يعني خوفتني كذا. اوكي عندك دائما زياده بشتري سيف ولا اشتري بكاكس؟ تشتري بكاكس؟ اشتر ما عندي دائما بكاكس ولا سيف؟ بكاكس طبعا. سيف ايرون خلاص يكفي ترى. اوه تكسرت. يلا يلا يا حبيبي بكاكس خلاص. خلاص ما يحتاج خلينا نروح دحين الدرع. ما انا بدرع بس بقيت دامج. دقيقه اثنين دامج بقلي. يلا يلا ام ويتنج يو. يلا يلا حلو. البنك كسر السيان قاعدين يطلعوا. يا عمي مصنعنا بيض ايش ذا مره بطيء. بروح من النص اخذ وارجع اسرع. يا ما يحتاج بس خلاص ترى ما عاد يحتاج. انت ايش تبي تجيب؟ واجيب سيف بس. سيف ايش؟ خلاص انتهى الجيم. يلا يلا يا عمي كم بقى لي شيء على السيف. اوكي السيان مات باقي البنك. اسمع انا استهتر بالبنك والله قاتلين كثير ترى 3 سنين. ها اوكي كم عليك؟ لعبتي جي جي اقول لك. يعني ايش يعني خلاص انهينا الجيم كذا. ما ادري انه في هنا اساطير وليك. المشكله زابنين. فينهم هم؟ فينهم زابنين في جزيره السيان. اوه جو شكله ما معهم بوت صدق. اي رجع عشان سوي لك زي بس بسيط عشان ايش. خشيت عند بو. اوه طيرته. اوه دخل سيف. اوه ماي جاد. انزل اوكي معهم جولدن ابل كثير والله. اسمع انا فوق. انا حاشر واحد. انا حاشر واحد بالبوم. جاك الثاني يا اخي معهم سيف دامج ومعهم اغراض. يحاولوا يقفلوا. ايوه اوه ماي جاد دامجاتي فينها بدنا بلاتي. يا اخي في الجنب قاعد ينقزني. يا الله خلاص فقعت. اوه بموت افقع. انزل ما اقدر اوكي اسبن تعال فوق. يا الجنب هذا ورطني ترى. ترامك وياه كويس اني سيف دامج. يا الاوتو جنب هذا ورطني. نايس سوى بو خلنا حاشرينهم. المشكله ما معي سيف كويس. اسمع لي ما عليه. سوى بو. لو البو حقنا باور حلو كان. اي دحين في دم باور. يا الله يطولون السالفه. نخش بالسيف وخلاص. بالسيف شايف دروعك. استلم. خليه دروعك سيء انت ما ينفع. جا. اوه تبي تجيك طلقه والله تغير بعيد. شوف جيم البايخ ده. شوف والله جيم الحيوان بس زين نرفزه. نخش بسيف. ما ينفع دروعك سيئه يا فيصل حنموت ترى والله ما حنستفيد شيء. المشكله عندهم الفيليجر يقهرون. انا اقول لك ندمجهم ونخش عليهم بالسيف. هم معهم باور. هذا الدمج انجلد هذا. يلا دخلنا. يلا خش عليه سيدي انا وانت عليه. اللي وراك حشرت الثاني حيموت. انا حشرت ذا بيموت. حتى ذا بيموت. بيموت قاعد ياكل جولدن ابل. ما ينطق. وش ذا زحمة. يهو زحمة تشوف. جاتو بموت كل يهو. انا بفتح الجدران. انا مت. لا يا نكبة حشرتني معاهم. اوه كيف فقعت. بموت عطني جولدن ابل اذا معك. ما عندي
تاخذ وحده. قلت لك وحده فوق. شكلهم والله يلعبوا ترى. يلعنوا من نرفزه. في قدامي قلت لك ايه. وين؟ اوكي. يمدينا نشتري جولدن ابل بس. مره ينرفزون. كم معك حبه؟ وحده رميت لك هي فوق. معي وحده. اسمع ماك جولد؟ دقيقه. سريع. حيموت. خش. ما عنده جولدن ابل. لا عنده. حشرته. مالك. هذا مات. قاعد ياكل جولدن ابل. سوي سبام جولدن ابل. شلته. وحش. انا بموت. احشره. اطلع. ابي جولدن ابل انا. خش انا وانت عليه. جلدته. خش. يلا. باخذ جولدن ابل. يلا. خش يا عمي جلدته. خلاص خش. الله جي جي. ايوه يا وحش. اوه ماي جاد. والله حركتنا حلوه. دمجناه بالبوح وشرناه في الزاويه. ايوه اقول لك خلاص يموت كمان. عرفت ايش عليك؟ تدري انا باقي لي كان قلبين لو ما زبنت كان مت وكان صار 1 في 1 وكان ممكن امل لك. جي جي والله. فرحت بسرعه على طول اشتريت جولدن ابل وجيتك على طول. جي جي والله. كفو والله. اللي في الاخير كذا يشدوا الاعصاب وكذا الطق هذا. اخر شيء هو صعب والله. يلا الختاميه عندك. طيب شباب هنا نكون صارت المقطع. اتمنى تحطوا لايكات وتنشروا المقطع في كل مكان. كان معكم عمر وفيصل ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجايه. مع السلامه.